الأسرة الصغيرة أعيش كالأميرة، محبوبة مجللة لطيفة مميزة. ألاعب الصغار أساعد الكبار. مرحبا يا حلوين، إن شاء الله مبسوطين. اليوم رح نعمل أرقام، وأول رقم صفر صفر صفر. أعيش كالأميرة، رح نفعصه، فعص فعص فعص. بعدين واحد، هاي الرقم واحد. فعص فعص فعص، بدنا نفعصه كله، فعص فعص. بعدين بدنا نعمل الرقم اثنين اثنين اثنين. إنه جميل الرقم اثنين. ومن ثم الرقم ثلاثة، الرقم ثلاثة رقم جميل أيضا. وبعد ذلك سنكمل، و الرقم التالي هو الرقم الرقم إنه الرقم، هل أنتم جاهزون؟ أربعة. إنه الرقم أربعة، رقم جميل جدا، الرقم أربعة. وبعد أربعة يأتي خمسة، خمسة يأتي بعد أربعة، إنه الرقم خمسة، فعز فعز فعز. ومن ثم الرقم ستة، الرقم ستة. واو، رقم ستة، إنه جميل، جميل جدا. وبعد الرقم ستة يأتي الرقم، هل تعرفون؟ الرقم سبعة. نعم، الرقم سبعة، رقم جميل، رقم جميل، الرقم سبعة. ومن ثم ثمانية، ثمانية، الرقم ثمانية، رقم جميل جدا، الرقم ثمانية. بعدين تسعة، 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 رقم جميل أيضا. والآن رقمي المفضل، أجمل رقم في العالم، الرقم عشرة. واحد وصفر، واحد وصفر، الرقم عشرة. ومن ثم الرقم، ما هو الرقم التالي؟ هل هو الرقم 11؟ إنه الرقم 11، نعم صحيح، الرقم 11. وبعد الرقم 11 يأتي الرقم 12، وهذا هو الرقم 12، جميل جدا 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 جميل. ومن ثم الرقم 13، الرقم 13. وبعد ذلك يأتي الرقم 14، الرقم 14، الرقم 15، واحد وخمسة، 15، فعص 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 فعص. 16، واو، الرقم 16، إنه رقم جميل، جميل جدا. 16، فعص 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 فعص. 16، ومن ثم 17، 17، فعص 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 فعص. 18،
18 و19 19 خطوة فخطوة يسير الأطفال يمشون بما في كل دلال لكن حين ينمو الرقم في الدرب يسير واثقا كبير 20 الرقم 20 رقم جميل جميل جدا رقم جميل جميل جدا